بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. سيداتي وسادة الحضور اسعد الله مساءكم واهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه الشعريه. ترحب رابطه شباب لاجل القدس في قطر بجمهورها الكريم اجمل ترحيب فحللتم اهلا ونزلتم سهلا. في هذه الامسيه المتميزه نستضيف شاعرا مبدعا ترك بصمته الشعريه مبكرا بين كبار الشعراء وتالق في قصائد سكنت قلوبنا وما زال صداها يتردد لتعلن لكل عربي في القدس من في القدس الا انت تستضيف رابطه شباب لاجل القدس في قطر شاعر القدس تميم البرغوثي وقبل أن ننتقل وإياكم إلى شاعرنا الكريم في هذه الأمسية، نبقى وإياكم مع كلمة ترحيبية لرابطة شباب لأجل القدس في قطر، يلقيها نائب المنسق الأستاذ محمد درويش فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نرحب بكم جمهورنا الكريم في هذه الأمسية المتميزة. للشاعر المتميز تميم البرغوثي رابطه شباب لاجل القدس في قطر كانت وما زالت حريصه على تقديم فعاليات مقدسيه ثقافيه الهدف منها زياده الوعي المسؤول عن قضيه القدس وما تعانيه المدينه واهلها بالامس واليوم من اعتداءات وتهويد يراد منه طمس الهويه العربيه والاسلاميه والمسيحيه في هذه المدينه المقدسه وها هو المسجد الاقصى المبارك اليوم يعيش اياما عصيبه في ظل التقسيم الزماني الذي يسعى الاحتلال من خلاله التحكم في المسجد الاقصى المبارك وصولا الى التقسيم المكاني لا قدر الله ومن اجل كل هذا تقوم رابطه شباب لاجل القدس في قطر وهي مبادره شبابيه تطوعيه تاسست منذ خمس سنوات وقامت بتدريب وتفاعلات ومحاضرات تفاعليه لاكثر من اربعين الف طالب وطالبه في دوله قطر الحبيبه تقوم من خلال نشاطاتها الثقافيه برفع مستوى التفاعل مع هذه القضيه وتدعوكم للتطوع معها ومن خلال مشاريعها التطوعيه الدائمه ونخص بالذكر شريحه الشباب من الجنسين وهذا اقل واجب يمكن ان نقدمه ونحن على بعد الاف الاميال من مدينه القدس نشكر لكم حضوركم كما نشكر قناه الجزيره مباشر على بثها الحي للامسيه وعلى تعاونها المتميز معنا لانجاح هذه الفعاليه التي ازدادت تالقا بحضوركم ووجودكم معنا والى شاعرنا شاعر القدس نستمع ونعيش لحظات الابداع والتالق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليكم صار لي فتره بعرفش كيف ابدا احكي قبل ما اقرا شعر الحاله تخلي الكلام صعب عموما على كل المستويات العام والشخصي في اي مكان لازم الواحد يبدا بال... عادة بشكر بي... الداعين للامسيه واظن انه من المهم الكلام مره اخرى ودائما عن القدس ومن ورائها عن فلسطين في وقت يبدو ان الجميع انشغل بحروب وبصراعات وبخلافات بعيدة عنها وكل الحروب والخلافات الواقع الآن في عالمنا العربي أظن انه من الصعب ان ينتصر فيها احد وان الحرب التي تبدو الاصعب الصراع الذي يبدو انه الاصعب الصراع من اجل استعاده حقنا في فلسطين رغم انه يبدو انه الاصعب هو الصراع الوحيد الذي يمكن ان ننتصر فيه مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الاعادي وسورها مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الاعادي وسورها فقلت لنفسي ربما هي نعمه فماذا ترى في القدس حين تزورها ترى كل ما لا تستطيع احتماله اذا ما بدت من جانب الدرب دورها وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر ولا كل الغياب يضيرها فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمامون عليها سرورها، متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء اجازة او في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين قبعة تحيي حائط المبكى وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم في القدس أسوار من الريحان في القدس متراس من الاسمنت في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم في القدس صلينا على الاسفلت في القدس من في القدس الا انت وتلفت التاريخ لي متبسما اظننت حقا ان عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم ها هم امامك متن نص انت حاشيه عليه وهامش أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، رفقا بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس؟ إلا أنت. يا كاتب التاريخ مهلا فالمدينه دهرها دهران دهر اجنبي مطمئن لا يغير خطوه وكانه يمشي خلال النوم وهناك دهر كامن متلثم يمشي بلا صوت حذار القوم والقدس تعرف نفسها فاسال هناك الخلق يدللك الجميع فكل شيء في المدينه ذو لسان حين تساله يبين في القدس يزداد الهلال تقوسا مثل الجنين حدبا على اشباهه فوق القباب تطورت ما بينهم عبر السنين علاقه الاب بالبنين. في القدس ابنيه حجارتها اقتباسات من الانجيل والقران. في القدس تعريف الجمال مثمن الاضلاع ازرق. فوقه يا دام عزك قبه ذهبيه تبدو برايي مثل مراه محدبه ترى وجه السماء ملخصا فيها تدللها وتدنيها توزعها كاكياس المعونه في الحصار لمستحقيها اذا ما امه من بعد خطبه جمعه مدت بايديها وفي القدس السماء تفرقت في الناس تحمينا ونحميها ونحملها على اكتافنا حملا اذا جارت على اقمارها الازمان في القدس أعمدة الرخام الداكنات كأن تعريق الرخام دخان ونوافذ تعلو المساجد والكنائس امسكت بيد الصباح تريه كيف النقش بالالوان فهو يقول لا بل هكذا فتقول لا بل هكذا حتى اذا طال الخلاف تقاسما فالصبح حر خارج العتبات لكن ان اراد دخولها فعليه ان يرضى بحكم نوافذ الرحمن في القدس مدرسة لمملوك أتى مما وراء النهر باعوه بسوق نخاسة في أصفهانة لتاجر من أهل بغداد أتى حلبا فخاف أميرها من زرقة في عينه اليسرى فأعطاه لقافلة أتت مصرا فأصبح بعد بضع سنين غلاب المغول وصاحب السلطان في القدس رائحة تلخص بابلا والهند في دكان عطار بخان الزيت والله رائحة لها لغة ستفهمها إذا أصغيت وتقول لي اذ يطلقون قنابل الغاز المسيل للدموع علي لا تحفل بهم وتفوح من بعد انحسار الغاز وهي تقول لي ارايت في القدس يرتاح التناقض والعجائب ليس ينكرها العباد كانها قطع القماش يقلبون قديمها وجديدها والمعجزات هناك تلمس باليدين في القدس لو صافحت شيخا او لمست بنايه لوجدت لو منقوشا على كفيك نص قصيدة يا ابن الكرام أو اثنتين في القدس رغم تتابع النكبات ريح براءة في الجو ريح طفولة فترى الحمام يطير يعلن دولة في الريح بين رصاصتين في القدس تنتظم القبور كأنهن سطور تاريخ المدينة والكتاب ترابها الكرل مروا من هنا في القدس تنتظم القبور كانهن سطور تاريخ المدينه والكتاب ترابها الكل مروا من هنا فالقدس تقبل من اتاها كافرا او مؤمنا امرر بها واقرا شواهدها بكل لغات اهل الارض فيها الزنج والافرنج والقفجاق والصقلاب والبشناق والتاتار والاتراك اهل الله والهلاك والفقراء والملاك والفجار والنساك فيها كل من وطئ الثرى يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا أرأيتها ضاقت علينا وحدنا. يا كاتب التاريخ ماذا جد فاستثنيتنا أرأيتها ضاقت علينا وحدنا يا شيخ فلتعد الكتابة والقراءة مرة أخرى أراك لحنت العين تغمض ثم تنظر سائق السياره الصفراء مال بنا شمالا نائيا عن بابها والقدس صارت خلفنا. والعين تبصرها بمراه اليمين تغيرت الوانها في الشمس من قبل الغياب اذ فاجاتني بسمه لم ادري كيف تسللت للوجه قالت لي وقد امعنت ما امعنت يا ايها الباكي وراء السور احمق انت؟ اجننت؟ لا تبكي عينك أيها المنسي من متن الكتاب لا تبكي عينك أيها العربي واعلم أنه في القدس من في القدس لكن لا أرى في القدس إلا أنت البرده هذه قصيده طويله وهي معارضه لكل من قصيده محمد بن سعيد البوصيري أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي ثم قصيدة أحمد بن علي بن أحمد معروف بأحمد شوقي ريم على القاع بين الباني والعلمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي ومن الصدف أنني وأنا أكتبها أدركت تشابها بين أزمنة كتابة القصائد الثلاث من القرن الثالث عشر إلى القرن التاسع عشر والقرن القرن العشرين إلى زماننا هذا. وتعلمون أن البيت الأشهر والأكثر تكرارا في قصيدة البوصيري مولاي صلي وسلم دائما أبدا. مالي احن لمن لم القهم ابدا مالي احن لمن لم القهم ابدا ويملكون علي الروح والجسد اني لأعرفهم من قبل رؤيتهم والماء يعرفه الظامي وما ورد وسنة الله في الأحباب أن لهم وجها يزيد وضوحا كلما ابتعد كأنهم وعدوني في الهوى صلة والحر حتى إذا ما لم يعد وعد وقد رضيت بهم لو يسفكون دمي لكن أعوذ بهم أن يسفكوه سدى يفنى الفتى في حبيب لو دنا ونأى فكيف ان كان يناى قبل ان يفدا بل بعده قربه لا فرق بينهما ازداد شوقا اليه غاب او شهدا امات نفسي واحياها ليقتلها من بعد احيائها لهوا بها وددا وانفذ الصبر مني ثم جدده يا ليته لم يجدد منهما نفدا تعلق المرء بالامال تكذبه بيع يزيد رواجا كلما كسد جديلة هي من يأس ومن أمل خصمان ما اعتنقا إلا ليجتلدا يا لائمي هل اطاع الصب لائمه قبلي فاقبل منك اللوم واللددا قل للقدامى عيون الظبي تقتلهم ما زال يفعل فينا الظبي ما عهد لم يصرع الظبي من حسن به اسدا بل جاءه حسنه من صرعه الاسدا وربما اسد تبدو وداعته اذا راى في الغزال العز والصيدا لولا الهوى لم نكن نهدي ابتسامتنا لكل من اورثونا الهم والكمدا ولا صبرنا على الدنيا واسهمها قبل الثياب تشق القلب والكبدا ضاقت بما وسعت دنياك وامتنعت عن عبدها وسعت نحو الذي زهدا يا نفس كوني من الدنيا على حذر فقد يهون على الكذاب ان يعدا ولتقدمي عندما تدعوك ان تجلي فالخوف اعظم من اسبابه نكدا ولتفرحي عندما تدعوك أن تجدي فإنها لا تساوي المرأة أن يجدا ولتعلمي أنه لا بأس لو عثرت خطى الأكارم حتى يعرف السددا، ولا تكوني عن الظلام راضية وإن هم ملك الأيفاع والوهد ولتحملي قمقما في كل مملكة تبشرين به إن مارد مردا ولتذكري نسبا في الله يجمعنا بسادة ملأ الدنيا عليك ندى فدا لهم كل سلطان وسلطنة ونحن لو قبلونا ان نكون فدا على النبي وال البيت والشهداء مولاي صل وسلم دائما ابدا. على النبي وال البيت والشهداء مولاي صل وسلم دائما ابدا. إني لأرجو لا بمدحي أن أنال غداً منه الشجاعة يوم الخوف والمدد أرجو الشجاعة من قبل الشفاعة إذ بهذه اليوم أرجو نيل تلك غدا. ولست أمدحه مدح الملوك ولست أمدحه مدح الملوك فقد راح الملوك إذا قيسوا به بددا. ولن أقول قوي أو سخي يد من يمدح البحر لا يذكر له الزبدا ولا الخوارق عندي ما يميزه الله أهداه منها ما قضى وهدى لكن بما, لكن بما بان في عينيه من تعب لكن بما بان في عينيه من تعب لكن بما بان في عينيه من تعب أراد إخفاءه عن قومه فبدأ وما بكفيه يوم الحر من عرق وفي خطاه اذا ما مال فاستندا بما تحير في امرين امته وقف على اي امر منهما اعتمدا بما تحمل في دنياه من وجع وجهد كفيه فليحمده من حمدا بما اتى بيته في الليل مرتعدا ولم يكن من عظيم الخطب مرتعدا وقد تدثر لا يدري راى ملكا من السماء دنا ام طرفه شردا بما راى من عذاب المؤمنين به ان قيل سبوه نادوا واحدا احدا يكاد يسمع صوت العظم منكسرا كانه الغصن من اطرافه خضدا بما راى ياسرا والصوت ياخذه يقول انت امامي كلما جلدا من أجله وضع الأحباب في صفد وهو الذي جاء يلقي عنهم الصفد لم يبق في قلبه صبرا ولا جلدا تلقينه المؤمنين الصبر والجلد بما تردد في ضلعيه من قلق على الصبي الذي في فرشه رقد هذا علي يقول الله دعه وقد بات العدو له في بابه رصدا بدر وضي رضي من جراءته لنومه تحت اسياف العدا خلدا تلك التي امتحن الله الخليل بها هذا ابنه وسيوف المشركين مدى بخوفه عن قليل حين ابصره فتى يذوق الردى من راحتيه ردى يدير في بدر الكبرى الحسام على بني اميه حتى مزقوا قددا وعنده تربه جبريل قال له بان اولاده فيها غدا شهدا بما بكى يوم ابراهيم مقتصدا ولم يكن حزنه والله مقتصدا يخفي عن الناس دمعا ليس يرسله والدمع باد سواء سال او جمدا بما انتحى لابي بكر يطمئنه وحول غارهما حتى الرمال عدا يقول يا صاح لا تحزن ودونهما على لانفاس خيل المشركين صدى بما تفرس مختارا صحابته وهو الوكيل على ما اختار وانتقد يدري بان قريشا لن تسامحه وان ستطلب من احفاده القودا يدري ويحلم عنهم حين يغلبهم ولا يعيرهم بدرا ولا احدا بما تحمل منهم يوم قال لهم بانه للسماوات العلا صعد لو كان يكذبهم ما كان اخبرهم افضى بما كان وليجحده من جحدا ظلم العشيرة أضناه وغربه عشرين عاما فلما عاد ما حقد بما تذكر يوم الفتح آمنة لمحا فشد على تحنانه الزردا برجفة الخد لم يعلم بها أحد في ساعة الفتح مرت عندما سجدا بما خشيت علينا يا ابن آمنة والام تخشى وان لم تترك الولد ولو بعثت غدا اصبحت تحفظنا بالاسم والوجه أو أحصيتنا عددا لنا نبي بنى بيتا لكل فتى منا وكل رضيع لفه بردا وكل عرس أتاه للعروس أبا يلقي التحية للأضياف والوسدا وكل حرب أتاها للورى أنسا واستعرض الجند قبل الصف والعددا ممسحا جبهات الخيل ممسحا جبهات الخيل إن عثرت حتى ترى المهر منها ما هوى نهدا مذكرا جافلات الخيل ما نسيت أنسابها كحل العينين والجيدا حتى لا تحسب أن المهر أبصره أو أن مسا أصاب المهر فانجردا شيخ بيثرب يهوانا ولم يرنا هذه هداياه فينا لم تزل جددا شيخ بيثرب يهوانا ولم يرنا هذه هداياه فينا لم تزل جددا يحبنا ويحابينا ويرحمنا ويمنح الأضعفين المنصب الحتدا هو النبي الذي أفضى لكل فتى بأن فيه نبيا إن هو اجتهد يا مثله لاجئا يا مثله تعبا يا مثله لاجئا يا مثله تعبا كن مثله فارسا كن مثله نجدا من نقضه الظلم مهما جل صاحبه إن قض إيوان كسرى عندما ولدا. وردت الطير جيشا غازيا فمضى وقد تفرق عن طاغيه ما حشدا يا داعيا لم تزل تشقى الملوك به والعبد لو زرته في حلمه سعدا انكرت ارباب قوم من صناعتهم وربما صنع الانسان ما عبدا ورحت تكفر بالاصنام مهتديا من قبل ان ينزل الله الكتاب هدى كرهته وهو دين لا بديل له غير التعبد في الغيران فردة ويعذلونك في رب تحاوله إن الضلالة تدعو نفسها رشدا والكفر أشجع ما تأتيه من عمل إذا رأيت ديانات الورى فندا ورب كفر دعا قوما إلى رشد ورب إيمان قوم للضلال حدا ويعذلونك في رب تحاوله إن الضلالة تدعو نفسها رشدا والكفر أشجع ما تأتيه من عمل إذا رأيت ديانات الورى فندى وربما ورب كفر دعا قوما إلى رشد ورب إيمان قوم للضلال حدا وربما أمم تهوى أبا لهب لليوم ما خلعت من جيدها المسد أعني المطيعين حكاماً لهم ظلموا والطالبين من القوم اللئام جدع وربما أمم تهوى أبا لهب لليوم ما خلعت من جيدها المسد أعني المطيعين حكاماً لهم ظلموا والطالبين من القوم اللئام جدا وجاء جبريل مراه رايت بها في الليل نورا وفي المستضعف الايدا اهداك في الغار بغدادا وقرطبه وكل صوت كريم بالاذان شدا تركت غار حراء امه انست وقد اتيت له مستوحشا وحدا ان شاء ربك ايناس الوحيد اتى له بكل البرايا نسبه صددا فانت تنميقه الكوفي صفحته قد هدا الليل في اوراقه فهدى وانت ترنيمه الصوفي ان خشنت ايامه علمتها الحسن والملدا اكرم بضيف ثقيف لم تنله قرا الا التهكم لما زار والحسدا ضيفا لدى الله لاقى عند سدرته قرا فضاق بما امسى لديه لدى افدي المسافر من حزن الى فرح محير الحال لا اغفى ولا سهدا يرى الممالك من اعلى كما خلقت تعريج رمل اتاه السيل فلتبدا والرسل في المسجد الاقصى عمائمهم بيض كان المدى من لؤلؤ مهدا يهونون عليه وابتسامتهم ندى تكثف قبل الصبح فانعقد والريح تنعس في كفيه آمنة والنجم من أنسه بالقوم ما هجد يكاد يحفظ آثار البراق هواء القدس يكاد يحفظ آثار البراق هواء القدس حتى يرى الراؤون أين عدا يا من وصلت إلى باب الإله لكي تقول للخلق هذا الباب ما وصدا. من قاب قوسين او ادنى تصيح بهم لم يمتنع ربكم عنكم ولا بعدا فتق السماوات والارضين ترتقه باذن ربك حتى عاد منسردا الله اقرب جيران الفقير له يعطي اذا الجار اكدى جاره وكدا الله جار الورى من شر انفسهم فامدد اليه يدا يمدد اليك يدا لولاك ما طلعت شمس ولا غربت ولا قضى الله للافقين ان يقدا ولا رايت ملوك الارض خائفه اذا رات جملا في ارضنا وخدا افدي كساءك لف الارض قاطبه قميص يوسف داوى جفنها الرمدا رعت الجبابر من جن ومن انس من يسفك الدم او من ينفث العقدا يراك صحبك في الرمضاء مدرعا فيحسبونك لا تستشعر الصهدا، أكرم بأقمار تم في الحديد، أكرم بأقمار تم في الحديد على خيل حوت في الأديم البرق رعدا، وردت الصخر منقوشا حوافرها فانظر إلى كتب في الأرض كن كدا، كأنما الصخر غيم تحت أرجلها، أو صارت الخيل غيما قاسيا صليدا لو قارب الموت منهم في الوغى طرفا لحاد معتذرا ان لم يكن عمدا حتى ترى الموت في ايديهم فزعا توقفت روحه في الحلق فازدردا حرب تشيب الفتى من هولها فاذا ما شاب ردت سواد الشعر والمردا يحن للحرب كالاوطان فارسهم قد خالط الشوق في اقدامه الحردا يلقى السهام ولا يلقى لها اثرا تظن اصواتها في درعه البردا كانما روحه دين يؤرقه في الحرب من قبل تذكير به نقدا تنازع السهم فيهم نفسه وجلا والرمح يعسل حتى يستر الرعدا والسيف يشهر لكن وجه صاحبه منبئ انه ما زال منغمدا لو امسكوا بقميص الريح ما برحت أو أظهروا برما بالتل ما وطدا، وهم أرق من الأنسام لو عبروا مشيا على الماء لم تبصر به جعدا. وهم أرق من الأنسام لو عبروا مشيا على الماء لم تبصر به جعدا، ولو يمسون محموما أبل بهم، والحزن جمر إذا مروا به بردا. قد خلدوا في جناني والجنان معا اكرم بهم يعمرون الخلد والخلد كم يشبهون فدائيين اعرفهم كم يشبهون فدائيين اعرفهم كم يشبهون فدائيين اعرفهم لم يبتغوا عن سبيل الله ملتحدا وصبيه مذ اجاب الحرب ما سالت صاروا المشايخ والاقطاب والعمدا بمثلهم يضع التيجان لابسها ويخجل الليث ان يستكثر اللبدا وكنت تنصر في الهيجة بكف حصن إذا رميت به جمع العدا همدا لكن ربي أراد الحرب مجهدة فالنفس تطهر إن عودتها الجهدا لو كان ربي يريح الأنبياء لما كانوا لمتعبة الدنيا أسا وقدا لو كان ربي يريح الأنبياء دعا لنفسه خلقه واستقرب الأمدا قالوا محمد قلنا الاسم مشتهر فربما كان غير المصطفى قصدا فحين نادى المنادي يا محمد، فحين نادى المنادي يا محمد لم يزد عليها تجلى الاسم واتقدا، حرف النداء اسمك الاصلي، حرف النداء اسمك الاصلي يا سندا للمستغيثين لم يخذلهم ابدا والظن أن لتكرار استغاثتنا به تكرر فينا الاسم والطرد أنت المنادى على الإطلاق والسند المقصود مهما دعونا غيره سندا مددت من فوق أهل الله خيمته في كل قطر عقدت الحبل والوتد يا سيدي يا رسول الله يا سندي أقمت باسمك لي في غربتي بلدا يا سيدي يا رسول الله يا سندي اقمت باسمك لي في غربتي بلدا روحي إذا أرجت ريح الحجاز رجت لو أنها درجت في الريح طير صدى يجوب أودية بالنفس مودية ولا يرى دية ممن من عدا فودا لا يلقط الحب إلا من منازلكم ولا يقيم سوى من شوقه الأودا يكاد يكرهكم من طول غيبتكم فإن أتاكم أتاكم باكيا غردا كذاك أرسل روحي حين أرسل طيرا إليكم يجوب السهل والسند ليس الحمام بريدا حين يبلغكم بل تلك أرواحنا تهوي لكم برودا من للغريب إذا ضاق الزمان به وطاردته جنود الدهر فانفردا والدهر ذو ضربات ليس يسأمها فقد عجبت لهذا الدين كم صمد محمد بن سعيد حاك بردته بخير ما انشد المولى وما نشدا واحمد بن علي جاء متبعا حتى شفى غله منها وبل صدى راى الفرنجه تغزو المسلمين كلا الشيخين فاستنجد المختار وارتفدا راى الخلافه في بغداد اولهم تمحى وحقل كرام بيع فاحتصدا راى المذابح من ارض العراق الى الشام الشريف تبيد الجند والقعده راى العواصم تهوي كالرذاذ على رمل اذا طلبته العين ما وجد مستعصما برسول الله انشدها يرد مستعصما بالله مفتقدا واحمد بن علي راح يشهد في امر الخلافه جورا فتت العضد من بعد شام وبغداد وقاهره استنفدت في بني عثمانها المددا وانقضت الروم والافرنج تنهبها ففي الفرات لهم خيل وفي بردا وقسمونا كما شاؤوا فلو دخلوا ما بين شقي نواه التمر ما اتحدا وقسمونا كما شاءوا فلو دخلوا ما بين شقي نواة التمر ما اتحدا هي الطلول وإن أسميتها دولا هي القبور وإن أثثتها مهدا هي الخراب وإن رفت بيارقها ونمقوا دونها الأعتاب والسددا إن الزمانين رغم البعد بينهما تطابقا في الرزايا لحمةً وسدى والجرح في زمني ما كان مندملا لكي أقول استجد الجرح أو فصدا مال النخيل على الزيتون مستمعا ليكمل السرد منه كل ما سردا يا سيدي يا رسول الله يا سندي هذا العراق وهذا الشام قد فقدا والجرح في زمني ما كان مندملا لكي اقول استجد الجرح او فصد مال النخيل على الزيتون مستمعا ليكمل السرد منه كلما سرد يا سيدي يا رسول الله يا سندي هذا العراق وهذا الشام قد فقد لو كان لي كتد حملته ثقلي لكن بذين فقدت الظهر والكتدا يا جاري الغار اعلى الله قدركما عييت بعدكما ان احصي الرددا والحاكمون بلا دين اذا عبروا في جنه اصبحت من شؤمهم جردا انيابهم في ذوي الارحام ناشبه وللاعادي ابتسام يظهر الدردا لا يغضبون ولا يحمى لهم حرم وان تكن دونهم اسيافهم نددا ويستلذون تعذيب الغزاه لهم ان المحب يرى في ذله رغدا والحاكمون اعاجيب اذا عبروا في جنه اصبحت من شؤمهم جردا انيابهم في ذوي الارحام ناشبه وللاعادي ابتسام يظهر الدردا لا يغضبون ولا يحمى لهم حرم وان تكن دونهم اسيافهم مضدا ويستلذون تعذيب الغزاه لهم ان المحب يرى في ذله رغدا حمى الزمان إذا ماتوا أو ارتحلوا تنفس الصبح في عليائه الصعدا ولا يموتون مثل الناس. ولا يموتون مثل الناس. <applause> يتركهم ريب الزمان ويفني قبلهم لبدا. ما للغزال تخيف الذئب نظرته وللحمام يخيف الصقر والصردا. يا جابر الكسر منا عند عثرتنا وان رايت القنا من حولنا قصدا يا مثلنا كنت مطرودا ومغتربا يا مثلنا كنت مظلوما ومضطهدا يا مرجع الصبح كالمهر الحرون الى مكانه من زمان ليله ركدا ويا يدا حولنا دارت تعوذنا من بطن يثرب حتى الابعدين مدى ادرك بنيك ادرك بنيك فإنا لا مجير لنا إلا بجاهك ندعو القادر الصمدا. الليل معتلج الأمواج من زمن لكن مجمر هذا الدين ما خمد ولم تزل أمة تحت السماء إذا دعت حسبت الأيادي دونها عمدا تعشوشب الأرض من عينيك ملتفتا وتستدر يداك المنهل الثمدا وتجعل الطير جندا ظافرين على جيش شكت أرضه الأثقال والعتدا أنشأت أمتنا من مفرد واحد حتى تحضر منها عالم وبدا وإن موؤودة أنقذتها ولدت ولدان يعيا بها المحصي وإن جهدا صاروا كثيرا كما تهوى فباه بهم واستصلح الجمع واطرح منهما فسدا أقول باه لأن الدهر عذبهم حتى تمنى الفتى لو أنه ولم يزل ممسكا بالحق جمرته حتى يموت على ما اختار واعتقد ولو يقال له سر فوق جمر غضا مشى عليه بسيم الوجه متئدا. ولو يقال له سر فوق جمر غضا مشى عليه بسيم الوجه متئدا كم من بلال على أضلاعه حجر قد راح منه إلى أشغاله وغدا فاشفع لنا يوم لا عذر لمعتذر وليس يسمع من طول النداء ندا واغفر لمن أنشدوا هذه القصيدة فيما مر من أزمات الدهر أو وردا وللوليين من قبلي فشعرهما أبان للشعراء اللاحب الجددا تتبعا واختلافا صغت قافيه مولاي صل وسلم دائما ابدا وليس معذره في الاتباع سوى أني وجدت من التحنان ما وجد وليس معذرة في الاختلاف سوى أني أردت حديثا يحفظ السندا وخشية أن يذوب النهر في نهر وأن يجور زمان قلما قصدا وراجيا من إلهي أن يتيح لنا يوما على ظفر أن ننشد البردا وصلي يا رب ما غنت مطوقة تعلم الغصن من إطرابها الميد على محمد الهادي محمد مدينة، نبينا شيخنا مهما الزمان عدا وهذه بردة أخرى قد اختتمت أبياتها مئتان استكملت عددا يا رب واجعل من الختم البداية وانصرنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا سمحتم لي شكرا <applause> قصيدة إذا سمحتم لي بالعمية المصرية هبل <applause> يا هبل اسمك يضحك يا هبل اسمك يضحك برضو بعض الالهه بتبقى سخيفه يا هبل اسمك يضحك برضو بعض الآلهة بتبقى سخيفة متبتة قوي في الوظيفة بس رفضة تشتغل شوف أكل عيشك يا هبل قاعد تقول ادعوني أدلكم أماني بس لما تيجوا تدعوا صفروا لاجل انتبه وافتح وداني وادبحولي لي كم جمل آدي الجمل وادي الحمل يا سيدي تلحلح بقى وشفلنا مكسور أو عليل أو جرب انصرنا على الجيش الدخيل يا عم دول جايين بفيل طب بص خليك انت راكن بس قول ايه العمل ما اللي اتخدع لما اتبع ضرب الودع عايز بديل بعدين يا بيه والله ما احناش معجبين بالابتزاز المستمر بتاع سيادتك تبقى أمه خايفة يتصاب ابنها في الحرب تفضل تدعي وتموت نهنها وتبوس جزم كهان سيادتك لجل تحملها ابنها فيموت فتزعل هي لسه يا هتتنرفز وتكفر بيك تمرض ابنها التاني فترجع لك تبوس رجليك عبيدك مهما تخزلهم بيفضل عندهم حاجة تهددها فيرضوا عليك ويحتاجوا وإنهاجوا وإنماجوا ماسكهم كالسمك في إيديك وفي ايديك الشبك عايش على الخوف والامل شوف اكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك يا هبل والكارثه انك مستفيد من كافه الناس والعبيد حتى اللي طالع روحه منك واللي نازل يشتمك ما هو لما يكفر بيك عشان مقموص عشان عايز يعاقبك او يغيظك او عشان تزعل ده معناه انه مؤمن بيك وبوجودك فيصبح كفر ايمانه ونفيك يبقى تأكيدك سمك، فعلاً سمك، والبحر صفحة مكرمشة في إيدك، يا منشار واخد الإيمان كده طالع ونازل، مؤمنة بيك القبائل ثعلبة وتغلب ووائل، كل تاجر له قوافل، كل سارق، كل قاتل، حط في خزنة سعادتك درهمين، يبقى خلي من كل شين، والوالدين يبكوا الليالي على الوليد اللي اتقتل، شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك. <applause> يا هبل والكارثه كهانك بيشتغلوك اكيد هم اللي سموك باسمك التحفه ما بين الالهه لازم مؤامره او مغامره من ولد كاهن صغير شكله كان فاسك وكان حابب يهزر يا هبل وده اسم ده ينفع في صحبه الهه وملوك أكيد بدلوك وغشوك في البدل، بعدين يا عمي بيستغلوك من وراك اللحمة ياكلوها وكمان الكسوة ياخدوها وفلوس ملايين من القرابين بنوا بيها قصور عالية وسبوك قاعد إله من طين ولكن ساعة الأزمة على هودج حديد يشيلوك وتتشحطط وتتبهدل بلا لازمة يروحوا يقتلوا باسمك أمم ويحطوا صورتك على العلم وأنت تجيلك بالبكم ما هقولك إيه واحد صنم ولكن ساعة الأزمة على هودك حديد يشلوك وتتشحطط وتتبهدل بلا لازمة يروحوا يقتلوا باسمك أمم ويحطوا صورتك على علم وانت تجي لك بالبكم ما هقولك ايه واحد صنم ومعارك الكهان لصالحك حتى لو كهان قلل شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك يا هبل خدني بجدية ده مش تهريج وانت في وضع مش ولا بد حس انت الوحيد في الدنيا دي مسموح لي شرعا اني ألعن دينك اسمع يا هبل خدني بجدية ده مش تهريج وانت فاضع مش ولا بد حس انت الوحيد في الدنيا دي مسموح لي شرعا اني ألعن دينك اسمع لولا بس ان احنا عالم طيبة بتصعب علينا العشرة حتى واحنا مش طايقينك اسمع فاكر ما كنت لسه اله صغير ينحتوك عيل صباعه في بقه او قاعد بيرضع لسه فكره في قلب كاهن كان مراهن انه بعض الكذب ينفع وانه لو صنع ملك للالهه ملوك البشر يمكن هتخضع وانه بعض الناس اذا ما صدقوا ان الدنيا فيها عدل ممكن يعدلوا وانه حنين البدو للاسلاف وللميه يخليهم يحبوا انه يكون لك لحيه مفتوله ومحنيه وواصله لنص صدرك وانه تبقى اله مطر طيب قريب لما ترضى الدنيا تشتي وما تغضب يبقى اخرك غيم ورعد فاكر ما كنت وعد قبل ما الناس يطلعوا بيك السلالم شعب مستيئس وحالم يرفعوك على العرش بعدين ينزلوا تبقى انت قمتهم ويبقوا هم سفحك والضحايا مغطيه نص الجبل شوف اكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك القطط عند الولاده في العلب متكوره والالهه بتبقى لطيفه وهي لسه صغيره ليها اتجاه ثوري ومعناها مجرد انما اول ما تعبد والمعاني بالحجر لطرش تجسد والتماثيل هي رخره يحبسوها جوه معبد والمعابد يدخلوها بالاضاحي والتذاكر والعقيده يفرضوها ويحرسوها بالعساكر حاجه من روح الاله تهرب وتتسحب من التمثال ويرضى يتشري بالمال ويدخن يبقى قد القدرة من كتر الأضاحي لو قطيع أفيال يجيل ياكله صاحي يا هبل ارجع صغير لو إله ارجع صغير واستقيل من شغلك الصعب التقيل دي القعدة في المعبد يا راجل حاجة في غاية الملل شوف أكل عيشك يا هبل واعرف مصالحك طب وهترجعنا لما نموت بقى ولا انت ناوي تطنش العالم كمان ما هم بيقولوا ناويين يرجعوا من بعد ما يموتوا وفي واحد هنا بيقول هيكفر بيك وبيدور على ربه يكون يسمع له ويحبه ومش برضه انت ليك كده جوز ودان فبقول لك ايه ما تجيب جهاز هاتف وتنشر نمرته او ننتخب لك برلمان شوف يا اله العجوة يا فرحان قوي باسمك وشكلك يا حمار الناس دي لو جاعت هتاكلك شوف يا إله العجوة يا فرحان قوي باسمك وشكلك يا حمار الناس دي لو جاعت هتاكلك ولا أقول لك إحنا ممكن نمشي ونسيبك بقى تحكم على اللاشيء على الريح اللي بتصفر وتتصنفر بها الوديان وترقع في الببان وبقى أنت بالشعر اللي يشبه للحاف ورقبتك اللي غطصة ما بين الكتاف وقوايمك العجوة اطلع اجري ورانا وبقى عبد ويانا وفتش عن سما تعلق عليها الخوف وتنقشها رسوم وحروف وشوف لك عيله تخشى عليها من الازمان يا رب يا مان عشان نعرف نصالحك يا هبل عايزين نسامحك يا هبل والله لينا مصلحه في ان احنا نؤمن بيك ونرضى بس مش عارفين لانه الدم مش مدينا خالص فرصه نفضى ثم ان المشكله ان انت برضه مهما تعمل فينا وتبكي عينينا يا هبل اسمك يضحك طمنوا ستي معطى بانه القضيه من زمان المندوب وهي زي ما هي طمنوا ستي معطى بأنه القضية من زمان المندوب وهي زي ما هي لسه بنفاصل القناصل عليها زي ما بتفاصلي مع الغجرية لكن اطمني وصلنا معاهم بين ستة وستة ونص في المية بطلع لهم يا ستي حيفا ويافا ولنا خرفيش وساسة برية <applause> ولنا دولة يحرسها طير السنونو يم عطا ولبسوه رتب عسكرية والسنونو له نمو اقتصادي والسنون له خطط أمنية والسنون عم ينبذ العنف ويعلن التزامه الكامل بالاتفاقية ولنا برضو يا ستي سجادة حمراء تسنون يؤدي عليها التحية ولنا قمة يدعو إليها السنون يعقدوها في الجامعة العربية حي برج الحمام وحي حمام من ملوك المحبة والأخوية يا حمام البروج ويا موالينا يا دوى الجرح ويا شفا البردية يا شداد الخطر على أعدينا وحبك إلنا حب قيس للعامرية رح أقول اللي قالوا طوقان قبلي أخو فدوى وابن الأصول الذكية في يدينا بقية من بلاد فاستريحوا كي لا تضيع البقية قصيدة لأهلنا في الداخل وينسى الكثيرون كأنما ينسى الكثيرون أين تقع فلسطين على الخريطة كنا وإحنا صغار علمونا نرسم خريطة فلسطين وسهلة سبعة من تحت الساحل قوس بعدين بكون نقورة صعبة لأنها معرجة بعدين خط سهلة أذكر أول مرة حدا رسم لي خريطة فلسطين شبه حبة اللوبية يعني زي خريطة الضفة كان عمري ثلاث سنين قعدت أبكي إنه هذه مش الخريطة اللي تعلمت إنه أرسمها فهي قصيدة عن الجليل سلام على زين القرى والحواضر ومن هاجروا منها ومن لم يهاجر يمر بنا اسم المرج مرج ابن عامر فنطرب لاسم المرج مرج ابن عامر ونشرد حتى نحسب المرج قصه من القصص المحكي فوق المنابر ونحسبه ارضا بعيدا منالها تضيق بها ذرعا جمال المسافر ولو طفله من عندنا مس شعرها نسيم لمس المرج ظل الضفائر ونسمع عن بعد فطوبى لسامع على البعد محروم وليس بناظر وننظر عن بعد فطوبى لناظر على البعد محروم وليس بزائر وإن زار يوما حال دون مبيته بمنزله جيش خبيث العساكر إذا, إذا حاصرت جسم الجليل غزاته فإن اسمه قد رد كيد المحاصر فمن قال بيتي في الجليل ولم يزد فقد قال شعرا وهو ليس بشاعر ويحسبه الناس جغرافيا ويحسبه الناس جغرافيا وهو ارض شمال فلسطين اعني شمال جنين تماما جنوبي لبنان راسا جنوبي غرب دمشق مباشره وسط الشام كالطفل في المهد او كالهوى في قلوب الكرام ولو مد من شرفه فيه حبل غسيل الى اي بيت على اي بحر باي اتجاه لما مر الا على قبه او مقام كان الممالك من حوله ريش مروحه او مصلون من حول بيت حرام لذاك يحرره من حصار الغزاة دخول الورى في صلاة الجماعة وتأمينهم في دعاء الإمام، يحرره كل عيد غناء القداديس تطرب منها الحقول التي لم تزل في الغمام. هنالك يمشي الدعاء كمن يعرف الدرب، مشيا عزيزا من الأرض حتى السماء، كأن المسافة بينهما مستطاعة. وفي وسط الشام لفظ الجلالة الجليل. وفي وسط الشام لفظ الجلالة يا سيدي. قابل للزراعه ويزرعه الناس فعلا وتثمر اشجاره كل عام وفي وسط الشام تاريخنا مثل سجاده من حرير تريث فيها شيوخ الصناعه ويربطها البائعون بخيط رخيص وتاريخنا فسحه الشمس في السجن نجمه وقعت وتاريخنا فسحه الشمس في السجن او نجمه وقعت او براق قنيص وتاريخنا عرق في يد او دم في قميص وتاريخنا ألف عام تحاصرها نصف ساعة ورب سيوف معلقة في بيوت الجليل علاها غبار التقاعد بعد غبار الخيول فأمست شيوخا يقصون سيرتهم في الهوى والجهاد يعيدونها فتطمئننا لقطة في الشريط المعاد إلى أننا سوف نلقى الرشاد كأن السيوف الشيوخ هنا رقية أو ضماد وفي وسط الشام تغدو السيوف رموز الوداعه وتغدو الطيور رموز العناد الست ترى الطير ان طردوه من العش عاد وفي وسط الشام طير تفوق في حرفه الهزء من كل سلك حدود وكاشفه للمعادن او للنوايا وفي وسط الشام يعلو المشيب رؤوس الرزايا ويخشى الزمان نوايا العباد فيوما تراه بترس ورمح ويوما على حذر خافية ويحسبه الناس جغرافيا ويبنون دون الجليل جدارا على فاطمأنوا وظنوا بأن الهواء على جانبيه انفصل ولكن يمر الجليل من الجسم للجسم مثل الحرارة عند العناق وينظم كل المشاهد نظما كما يجمع النحو شمل الجمل وإن الجليل له ألف معنى ومعنى فلسطين اجمعها في الجليل هو الارض تحسب خاليه فتفاجئ غازيها بشعاب تسيل واني اراه وربك في المشهد المتكرر في كل يوم بزاويه في المناره او شارع في الخليل وفي الطفل يوقف دبابه في الطريق الطويل وفي خفه اليد تطوي الفطائر تبدي توتر صاحبها من زمان ثقيل وفي سائق الاجره المتخطي الحواجز مثل الحصان ووجه الحصان الاجير يجر حمولا من الفستق الحلبي وفي الفستق الحلبي يلخص مجمل ارائنا في السياسه صبرا جميلا يزيد الظما والظما وهي مقصورة هكذا لفظة لا تمت بشيء إلى الظمأ المعجمي وهي تجمع شمل الظماة إلى الماء والعدل من كل جيل. جليل هو الشيخ في الصورة الأبدية بيضاء سوداء من عام نكبته في المعارض والندوات وفي باله وهو لما يزل صابرا كالجمل اذ يحاول ان يفهم القائد العسكري يا غبي ان ارضا يسيل على يسير على مائها اهلها لا تقوم طويلا عليها الدول. وهو لما يزل صابرا كالجمل اذ يحاول ان يفهم القائد العسكري يا غبي ان ارضا يسير على مائها اهلها لا تقوم طويلا عليها الدول جليل هو النص ينذر اعداءنا بالزوال وسوء الوجوه ويعلمنا اننا سنجوس خلال الديار هو الوشم في اليد يحبط كل محاوله للتناسي وكالواجب الابدي اللحوح يطالبنا بالامل وجليل هو الصوت يمتد بالرده الجبليه فصحى تشكلها الريح دارجه فتزيد فصاحتها وتحملها برذاذ خفيف ورعد خفي جليل لعمري مقالي لعمري وتشديدي الياء في لفظه العربي وجليل هو الولد الناصري الذي يرتقي كل يوم صليبا فيحمله لا احدد من منهما يحمل الان صاحبه ويسير الى القدس مستشهدا حافيا ويحسبه الناس جغرافيا كان الجليل عروض من الشعر ينظم فوضى الحياه التي في الطرق كان الجليل هو الشعر في النثر محتجب كالخيول التي في السماء كالملائكة النازلين على هيئة الطير يوم القتال، وهو محتجب مثل رعب العدو الحقيقي، ذاك الذي للأمانة لست ألوم العدو عليه إذا ما رأى في الأفق طائرات الورق، لإدراكه أن كل الخيوط تؤدي لأيدٍ وأيدٍ وأيدي، وأن الطفولة في الحرب فعل تحدي، وأن تحدي الوحوش يعلمها انها من نسيج الخيال، الم الحروف من الطرقات كما يجمع الاولياء المريدين، انظمها في سلاسل من عجب فهي حرف يؤدي لحرف خيوط من المطر المتتالي، ترى اثرا منه في كل ركن ورائحه في الهواء، الم الحروف التي انتثرت لؤلؤا مثل اهلي، واحملها مثلما يحمل الماء في الكف مثلما يحمل الماء في الكف، اجهد ان احفظ الماء حتى ختام القصيده. يا ايها الناس هذا الوليد الجليل لكم فتعالوا خذوه انثروه على ذوقكم كالارز على ارؤس العائدين بليل له حصه من هوى واحتفال سيكثر اخوته في رؤوس الجبال ويظهر عندئذ صاحبي كافتتاح الغناء جليلا كفطرته صافيا ويعود الينا جميعا نشيدا وجغرافيا في العالم العربي تعيش كما قط ساكن تحت عربيه، عينيه ما تشوفش من الدنيا دي حاجه الا الجزم. في العالم العربي تعيش كما قط ساكن تحت عربيه، عينيه ما تشوفش من الدنيا دي حاجه الا الجزم. في العالم العربي تعيش كما بهلوان السيرك تحتك بهلوان دايس عليه وفوق دماغك بهلوان دايس عليك والكل واقف محترم. في العالم العربي تعيش في العالم العربي تعيش كما بهلوان السيرك تحتك بهلوان دايس عليه وفوق دماغك بهلوان دايس عليك والكل واقف محترم في العالم العربي تعيش مباراة بقالها ألف عام لعيبة تجري يمين شمال والكورة طول الوقت في إيدين الحكم في العالم العربي في العالم العربي تعيش مباراة بقالها ألف عام لعيبة تجري يمين شمال والكرة طول الوقت في إيدين الحكم في العالم العربي تقول للبنت حبيتك وتبقى البنت بتحبك وبتموت فيك تناولك بالألم في العالم العربي تعيش تشتم في طعم المية والطعمية والقهوة وروادها وفي مراتك وأولادها وحر وزحمة الأتوبيس وفي اللي بيعملوا إبليس وفي التفليس ولو سألوك تقول الحمد لله ربنا يدمها نعم في العالم العربي تعيش تلميذ في حوش المدرسة من غير فطار، عينه على الشارع وبيحيي العلم. في العالم العربي تعيش كما دمعة في عيون الكريم المحنة تطردها يرجعها الكرم. في العالم العربي تعيش بتبص في الساعة وخايف نشرة الأخبار تفوت، علشان تشوف على الشاشة ناس في العالم العربي تموت. اختم بقصيده كتبتها وانا عمري 18 سنه <تصوح> 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 يا عمي شو بعد بدها فلسطين يا عمي شو بعد بدها فلسطين تروح مسامحه الله يجازيها ينادوها نموت احنا وتعيشين لمين تعيش لو ماتوا اهاليها؟ يا عمي شو بعد بدها فلسطين تروح مسامحه الله يجازيها، ينادوها نموت احنا وتعيشين لمين تعيش لو ماتوا اهاليها؟ تقول النايحة نوح المجانين إذا العقال جحرتها تهديها هتولي أصغر صغاري يناعين وخذوا البلاد أولها وتاليها ما بدها في مؤ... ما بدها في مآسيها معزين إذا كان المعزي من مآسيها وجع مثل الصدى وجع مثل الصدى بعظام وانين يضوي في العظم والروح يطفيها وجع مثل الصدى بجبال هادين مثل شمس البحر ساعة عصاريها وجع مثل الصدى يهذي وميبين يروح ويجي يبعدها ويدنيها وصدى مثل السكوت يرن ويرين صلح بين الإشي وعكسه يأذيها بها فخر وندم خطين عجبين كتبها ربها وما عاد يمحيها بها فخر وندم كنهم طريقين محرمتين بس مجبورة تمشيها اثنين وقسموا كل شي بها اثنين ثبات عيونها ورجفة أياديها علامة نصرها قبال المصورين وجملتها اللي ما تقدر توفيها فخر إنه شهيد مع النبيين كما قال المعزي وشو الندم بيها وندم على الميت وما تم عشرين حرق ديك المعزي وشو الفخر فيها يا الله صاحت وصكت ع خدين شو قاعد في السما تسوي ع كرسيها قطن صار الشعر والخد قطين وانا استنى مضل الناس يهديها يا شايفنا كحملان المضحين يا ربي شوف شي شغله وسويها وكف بكف صكين النساوين وقال ان عقلها بطل يوافيها ترى الخالق عدل بس الخلق مين ومش كل بلوه معزيه لباليها ونسيا انها ام المؤمنين ولكن ثاكلة راحوا مئمنيها وجعها يا وجع زينب على حسين، وجع مريم على المهدل بكفيها. حسين وخانته جموع المسلمين وعيسى وخانته الأم اللي يفديها، وأنت مين خانك يا ولد مين من الأم اللي, اللي مرخية فيها حسين وخانته جموع المسلمين وعيسى وخانته الأم اللي يفديها، وأنت مين خانك يا ولد مين؟ من الأم اللي مرخية كفافيها على الحسين جريته ألف عين وعيسى سيل من الناس ضعفيها على هالجوز وقفت يراثين كأنه ما لنا أحباب نبكيها ومريم كل من تبكي على بنين وزينب كل من تبكي عواليها اتركوها تصيح الصوت صوتين اتركوا العلة على العلة تداويها مثل حبس البكا حبس الحساسين إذا فلتت علت مهما تناديها مثل حبس البكا مشي الغشيمين بألف كاسة ملانة لا شفافيها مثل حبس البكا تقنا حصانين بعلية بخل بالشيد بانيها مثل حبس البكا هدو المساجين إذا تحرك حجر زنزانة بيديها مثل حبس البكا رد المغيرين إذا قالت يدايم في أعاديها مثل حبس البكا كتم الكوانين وتربيط النبال بقوس راميها وكل باكي طفل حتى بسبعين بكاها يزيد من نهرات ناهيها مثل حبس البكا قالوا الحكيمين ترد الغيث للغيم بعلاليها دموعك مية تتسرب من اليدين كيف تريدي في الجفنين تقنيها وجع عم يجمد ويملس على الهين جناح الرخ وإحنا ظل تحتيها وجع عم يجمد ويملس على الهين جناح الرخ واحنا ظل تحتيها وجع يشبه تماثيل الميادين تقف رغم الخجل من كثر رائيها وجع يبدا خشن ويلين بعدين ومن نال المطالب لان بعديها وهو يطلب عرش روح المصابين لاجله في الصدور جيوش يسجيها واذا نال العرش ابن اللئيمين يصير اسمه حزن والحرب ينهيها ويحكم تا يسلمهم لعزرين ويسأل عن عروش أخرى تا يبغيها ويغدو كالمدن مرت عجيشين يكفي الطابق الأول مبانيها ومن ذاك الوقت صارت مثل دين ما ينهيها حدا إلا تيبديها وكل ثورة وجع تتنال تمكين وإذا نالت حزن بسوى نسميها وكل ثورة وجع تتنال تمكين، وإذا نالت حزن بسوى نسميها، ولا أصعب من المصيبة على الزين سوى إنه أمام الناس يشكيها، بدنها يرج لو قالوا المذيعين إليكم نشرة الأخبار يلقيها، بدنها يرج رجات الفناجين بإيدين الختاير لما تحسيها وجع يتعرج بخط العناوين تكشف أحزانها كل ما تغطيها ورقم أغبى من أولاد المهمين وما تعرف حصاها ولا ناسيها جريدة من ورق مالك تحملين محامل تعجز من الخيل عاتيها ورق لف اللهب لف الرضيعين وقالوا بسملي يلا وحمليها وجعها يعن من كلمة وكلمتين صباح الخير يم فلان تضنيها بكفي كل شيء معنا تحطين فقالت عوض ما ضاعت معانيها عشر عتمات توزنها بموازين على صدري يهاب الذيب واديها ومن طول الحزن ناحوا الملاكين على كتافي وهد الروح بانيها وكل والي ترى يضيم المساكين عليم الله ودمع العين واليها أطلنا وما عرفنا الباكية مين وقلت لصاحبي واجب نخليها وجينا الباكية وإحنا مسلمين وبوسنا الغضن ما بين عينيها وقلنا شو الاسم قالت فلسطين اذا ما نسيت العالم اساميها رجاء الجلوس لو سمحتم بارك الله فيكم وكما هي العاده في المناسبات الجميله فان الدقائق تمضي مسرعه لنصل الى نهايه هذه الامسيه واذ تستغل رابطه شباب لاجل القدس في قطر هذه الفرصه لتكريم شاعر القدس الدكتور تميم البرغوثي فتتقدم الرابطه بتقديم هديه تذكاريه لشاعرنا الكريم املين ان نجتمع به في ساحات القدس وفي رحاب الاقصى فليتفضل مشكورا ونتقدم بالشكر الجزيل لقناه الجزيره مباشر على بث هذه الامسيه ولكم جمهورنا الكريم كل التحيه على حضوركم ومشاركتكم ونودعكم اليوم على امل ان نلقاكم قريبا باذن الله تعالى في امسيات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته